هي نقاط وأخرى سنناقشها بحضور الأستاذ موسى عاشور المحامي وأستاذ القانون بجامعة الجزائر. واحد مساء الخير أستاذ. مساء النور أستاذ. كذلك سيشاركنا عبر الهاتف كل من الأستاذ إسماعيل دبش المحلل السياسي والأستاذ عبد الرحمن بن شريط المحلل السياسي من ولاية الجلفة، وهذا لإثراء النقاش دائما حول الأزمة السياسية في الجزائر. أستهل الحديث معك الأستاذ موسى عاشور. أكيد أن المتتبع للشأن السياسي في الجزائر وعلى مدار الأشهر الماضية يشهد أنه كل مرحلة تتميز بمتغيرات جديدة وتتميز كذلك ببعض المطالب التي حققت لحد الساعة التي يمكن وصفها بأن إجراءات تهدف إلى التهدئة وتعبيد المسار نحو الرئاسيات. كيف تعتبرون المرحلة التي وصلنا إليها منذ بداية 7 أشهر وما المنتظر؟ شكرا سيدة ماجدة. مساء الخير حقيقة لكل الشعب الجزائري وخاصة كما تعودنا فخامة الشعب الجزائري. يعني حقيقة سيدة ماجدة اليوم يعني يجب أن نبتعد عن ما هو عاطفة، لأنه حقيقة اليوم هناك مصلحة عليا للوطن. هو الوطن هذا حقيقة كما نحن نتغنى مات العديد من الملايين الشهداء، وبالتالي يجب على الأقل نكافئ ونجازي هذه يعني الأرواح ودماء هذه الطاهرة التي راحت كرمانا لهذا الوطن. يعني عندما نتحدث على الوضع السياسي حقيقة، وأنا أكررها في كل منبر، يعني أنه اليوم الجزائر ليست الوحيدة في هذا العالم الخارجي. أكيد. يعني يجب يعلم الجميع أن الجزائر لا تسبح في فضاء خارجي وحدها، هناك من يترصد لها، هناك من له مصالح، هناك من له أطماع، هناك من له العديد من هذه الأشياء. وهذا الأشياء لسنا يعني عفوا كمواطنين أو كمجتمع مدني أو كفخامة الشعب نستطيع معرفة هذه الأشياء، لأن هناك من مختص بهذه الأشياء، يعني له رقابة مستمرة على الوضع السياسي والوضع الأمني والأمن القومي لهذا الوطن. وبالتالي عندما نتحدث بصريحة العبارة ونعود كما نلاحظ اليوم أن هناك للأسف كما جاء يعني حقيقة على لسان يعني قائد الأركان، نحن اليوم نشجع ونشد على يده، لأنه اليوم ليس فقط هذا الشخص هو الذي يمثل الجيش، لكن هذا هو حماة وطن. وبالتالي اليوم الجزائر حقيقة يعني راحت تكون يعني اليوم في المستقبل راحت تروح إلى الهاوية إذا لم نأخذ القرار ونأخذ ما هو مصداقية هذا الحوار الوطني ونصل إلى نتيجة، ويكون هناك حقيقة رئيس شرعي ويعني منتخب ودستورية هذا الشرعية، ليكون هناك حقيقة وطن قائم وهناك متابعة مستقبلية لما تمر به الحقيقة الجزائر اليوم من أزمة. عندما نتحدث يعني أستاذة ماجدة حقيقة يعني ما جاء على لسان قائد الأركان، لأنه يجب أن نشيد بهذا العمل، لأنه ليس هذا مطلب يعني أستاذ عاشور أو مطلبك أو مطلب قناة النهار أو مطلب يعني تلة من الجماعات أو كذا. هذا اليوم هو مطلب الشعب الجزائري، فخامة الشعب الجزائري. يعني بدأت كما تفضلت 7 أشهر متواصلة وكان من خلالها العديد من وكان حقيقة متغيرات خطيرة جدا، لكن نحن يجب أن نأخذ هناك تراوح أو لا نترك أن هذا الحراك يذهب إلى غنائم، لأن هناك للأسف اليوم حقيقة ونحن مطلعين على السياسة الخارجية أن هناك خلايا نائمة قد يعني تؤدي بالضبط، لأنه أصبحت اليوم هذه الخلايا النائمة تستهدف وتبحث دائما يعني تستيقظ على مصالح ضيقة، وبالتالي أصبح الخروج تاعها إلى خارج التراب الوطني أصبح هناك يعني لاحظنا أنه هناك اتصالات خارجية لكي تكون هناك مآرب ومصالح دول لدى دول. وبالتالي اليوم حقيقة يعني ما جاء في على لسان يعني نتحدث ليس كقائد أركان، كجيش الشعب الوطني الجزائري، أنه يجب الوصول إلى نتيجة في أقرب وقت، لأنه اقتصاديا سيدة يعني أستاذ الفاضل للأسف أنا ألاحظ العديد من الخبراء الاقتصاديين عندما يتحدثون في منابر يعني الإعلام نتأسف أنه يعني يقومون بتصرفات وينسوا الهدف الأساسي يعني اختصاصهم أو لعراقة عملهم أو ما هو نتيجة هذا المهنة الأكاديمية الذي يعيشها. لكي يجب أن الشعب الجزائري يعي جيدا أن اليوم نحن فعلا حقيقة يعني أصبحنا قريبين على هاوية، ويجب الوصول إلى نتيجة والخروج إلى بر الأمان. يعني عفوا يعني هذا الأساس الذي يجب أن نتحدث عليه قبل أن نتعامل بالعاطفة أو نتعامل نرضي أطراف ضد أطراف أو نمشي على مسار بعض يعني بعض الذين أصبحوا يبحثون على الغنيمة هذا الحراك. طيب أستاذ موسى عاشور، هل تعتقد كذلك مجمل الإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة الماضية من خلال العمل على فتح ملفات الفساد وإنهاء مسؤولين وأسماء كانت متورطة في فساد إلى غير ذلك، وبالنظر كذلك للإجراءات التي اتخذتها الحكومة نقدر نقول إجراءات التهدئة فيما يتعلق ببعض الشركات التي يتواجد أصحابها محل متابعة قضائية إلى ذلك، كل هذه الظروف خلينا نقول بين قوسين كيف بإمكانها أن تمهد حقيقة لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة
تحظى بالقبول وكذلك بالشعبية. سادة يعني ماجدة، أنا أشكرك على سؤال فعلا جوهري، يعني في بداية الحوار هذا سؤال جوهري إذا تحدثنا عليه. عندما أنا ألاحظ وتحدثت على الكثير بهذه الأشياء، عندما قلنا أن هناك مؤسسات، هذه المؤسسات نحن نعلم هناك ما يسمى منطق وقانون أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وليكن. لكن عندما في هذه المرحلة يجب الحفاظ على المال العام سادة ماجدة، يجب أن لا نمس بأصل الحق، لأن هذه المؤسسات وهذه الشركات إن أثبت على من يقودها ومن أشرف على تكوينها فقط وليس من مارس العمل سواء الاقتصادي أو السياسي في هذه التكتلات، وبالتالي عندما نتحدث على الجانب هذا يجب احترام المال العام ويجب مراعاة وكيفية تسييره بطريقة قانونية وشرعية. لأن اليوم ما ننساوش أن هذه المشاريع حتى لو أخذت يعني غصبا من هذه الدولة، يعني الجميع أنه هذا ملك الشعب وملك الدولة، وبالتالي يجب الحفاظ عليه ويجب كيفية ديمومة واستمرار هذه العمالة الاقتصادية، لأنه هذا أيضا منبع أساسي للاقتصاد الوطني، وبالتالي يجب لا نعبث به ويكون هناك طريقة قانونية عن طريق سواء حراس قضائيين أو عن طريق خبراء أو عن طريق مختصين أو عن طريق الهيكل الداخلي تحت رقابة العدالة للقيام بكيفية تسيير هذه الأعمال التجارية. أما لا يستطيع نستطيع هدم ما بنيناه يا يعني سادة ماجدة. إحنا اليوم من الاستقلال يومنا هذا يعني نتأسف ونبكي يعني حقيقة عندما نلاحظ بعض الدول لا تقارن مع الجزائر وأصبحت اليوم في منبع يعني الديمقراطية والخروج إلى مستقبل وفضاء جديد. يعني للأسف يعني سادة ماجدة اليوم ونشوف الجزائر للأسف اللي هي مدرسة وقومية ومنبر للجميع هادو، تجاوزت يعني العديد من المحن يعني بإمكانك كذلك أن تتجاوز يعني مثل هذه الظروف. أتمنى أنه اليوم لازم هناك يعني يوجد يعني تكاتف ويتكون هناك يعني أن يكون أسرة قوية يعني كالبنيان المرصوص لكي نصل إلى بر الأمان. يجب أن نحمي هذا الوطن وقوة هذا الوطن وأيضا يعني ميكانيزمات الاقتصادية وخيرات هذا الوطن لكي لا تتسرب لمن له مآرب في هذا العمل. طيب للحديث أكثر حول هذا الموضوع يلتحق بنا على المباشر الآن الأستاذ إسماعيل دبش المحلل السياسي. مساء الخير أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا بك. طيب بداية أستاذ إسماعيل دبش، نتحدث عن المقترحات التي بإمكانها أن توصلنا إلى تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة، وبالعودة دائما إلى جولات الحوار التي أصبحت اليوم تعقدها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار من خلال لقائها أو لقاءاتها مع العديد من الأحزاب السياسية، فواعل الحراك وكذا ممثلي عن المجتمع المدني، في اعتقادك هل بإمكان جولات الحوار التي لحد الساعة أصبحت اليوم تفرز نوعا من الاستجابة بإمكانها أن تؤسس لورقة طريق تحظى بالإجماع والتوافق في ظل سيرورتها على ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية من خلال الجمع ما بين كل الأطراف وكذلك الآراء؟ هو يا أستاذ إذا أردنا أن نكون موضوعيين ومنطقيين وعقلانيين يجب أن نذهب لأسباب بداية الحراك، ومن هنا نقدر نتوافق أو لا نتوافق حول الانتخابات الرئاسية أو المرحلة الانتقالية. مطالب الحراك تم تحقيقها بنسبة أكثر من 60 ربما حتى 80%، لأنها مطالب الحراك كان وقف العهدة الخامسة، كان وقف التمديد ومحاربة رموز الفساد، ولم يطالب الحراك بالتغيير النظام أو بتغيير الدولة. هذا خطر، لأن المشكل هنا ما هو موجود يا أستاذة، لو نأتي بأكبر مؤسسات برلمانية في العالم وأكبر منظومة دستورية في العالم لن تحدث التغيير. التغيير هو في الذهنيات، في العقلية، في الممارسات. من كان يتصور في يوم ما أن رئيس حكومة أو رؤساء حكومة أو جنرالات أو وزراء أو آخر رئيس شخصي الذي كان يتصرف وكأنه هو الرئيس هم الآن بالسجن، هذا مطلب شعبي ومطلب حراك وتجسد ميدانيا. طيب كل هذه أستاذ إسماعيل دبش، كل هذه مكتسبات لابد أن تجد لها مخرج. المخرج هو في الانتخابات الرئاسية يا أستاذة، لابد أن نذهب للانتخابات الرئاسية، وأي شخص له برنامج ولو مغاير تماما لما هو مطروح الآن فليكون في برنامجه الجمعية التأسيسية أو الفيدرالية وغيره، لكن يطرحه للشعب. إذا صادق الشعب على البرنامج الذي للرئيس فالرئيس القادم هو الذي يقود المرحلة، وإلا نحن ندور في حلقة مفرغة لا نهاية له. وبالتالي أنا أرى بأن
إذا كان الناس ينادوا بما يسمى بمرحلة انتقالية هم مخطئين، لأن ماذا يريدون بالمرحلة الانتقالية؟ معناه أننا ننتظر سنوات ونرتب أمورنا ونعمل جمعية تأسيسية وننتظر الاختراقات الدولية وندخل في فوضى عارمة، وأقصر طريق أننا ننتخب رئيس وهو الذي يحدد المعالم. الآن فيه طرح مطروح الآن ممكن يناقش أن 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 الرئيس يجب مباشرة عندما ينتخب يذهب مباشرة للتعديل الدستوري، هذا شيء جديد، يكون عقد اجتماعي ما بين الأحزاب، ما بين والحراك والمجتمع المدني. طيب أستاذ إسماعيل دبش، أستاذ إسماعيل دبش، في اعتقادك خلال هذه المرحلة ما هي النقاط الواجب تركيزها حتى نصل إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة كما كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لحد الساعة؟ أنا اعتقادي المشكل ليس فقط أنك تؤسس هيئة وهيئة أو سلطة لإدارة انتخابات، الشعب الآن في حد ذاته هو سلطة لمراقبة انتخابات نزيهة ونشافة، لم يصبح الشعب الذي كان قبل 22 فبراير. أنا أتصور الشعب عندما يقتنع بالمرشح سوف يحميه ويحمي أصواته، وهذه أكبر ضمان للانتخابات نزيهة وشفافة. سابقا كان رأي الشعب غير مهم، كان الناس يحددون نسبة الأصوات ونسبة النجاح مسبقا بغض النظر عن الشارع يشارك أو لا يشارك. النقطة الأخرى يا أستاذ الذي أريد أن أقولها أن في الحراك تقريبا كل جمعة أذهب، يجب أن لا نعتبر في أنفسنا أن الحراك، أغلبية الحراك الآن يتجه نحو الخروج وبسرعة من هذه الأزمة وهذه الحلقة التي يدور فيها. يريدون انتخابات رئاسية فقط، يريدون ضمانات أن هؤلاء الذين كانوا سبب في الأزمة التي وصلت الجزائر أن لا يتكرر أسماءهم ولا يتكرر وجودهم. أعتقد أن هذا يمكن جدا مع رئيس جديد ومع انتخابات جديدة. وستقصد بالضمانات أستاذ إسماعيل دبش، تقصد بالضمانات بأنه آلية تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية تكون مغايرة عما سبق؟ هذه الضمانات التي لحد الساعة يطالبون بها، بمعنى فصل الإدارة عن الصندوق وتكون هناك إجراءات أخرى راح تنبثق عن السلطة الوطنية لتنظيم ومراقبة الانتخابات. السلطة ما هوش في تشكيل سلطة، ولا أن الأشخاص اللي يكونوا موجودين في الهيئة الرقابة وتنظيم الانتخابات يكونوا أشخاص نزهاء وشباب. أنا رأيت في الحراك شباب فعلا يريد دولة جزائر جديدة ومشهد سياسي جديد ويريد انتخابات رئاسية في أسرع وقت. فقط نعطيهم فرصة، خليهم هم اللي يكونوا الواجهة في هذه سلطة الانتخابات. لأن ما حدث مثلا في البانال هذا اللي تعمل الهيئة الوطنية، معظمهم كانوا في السلطة وبالتالي لم تجد إقبال أو إجماع. جزيل الشكر لك الأستاذ إسماعيل دبش المحلل السياسي، حدثنا على المباشر، شكرا لك على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص هذا الملف. في المكالمة الهاتفية مع الأستاذ إسماعيل دبش أشار إلى نقطة لحد الساعة لا تزال مطلب سواء من الأحزاب السياسية، فعاليات المجتمع المدني وحتى فواعل الحراك فيما يتعلق بالضمانات التي يمكن توفرها حتى نضمن نزاهة وشفافية هذه الانتخابات الرئاسية لحد الساعة تعتبر المخرج الوحيد والحل الدستوري لطي هذا الملف. في اعتقادك ما هي أبرز الضمانات؟ وهذا دائما بالرجوع لجملة الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية هذه الأزمة. سادة الفاضلة سادة مجد، حقيقة قبل أن نتحدث عن الضمانات يجب أن نتحدث عن الأنفس التي اليوم هي حقيقة يجب العدول والرجوع إلى الصالح العام. يعني عندما تحدث حقيقة قائد الحركة، وعندما أؤكد على هذه المعلومات، أنا لست مؤيدا أو أتيت إلى هذا المنصة لأساند فلان وفلان، بالعكس أنا أساند كرجل قانوني، أساند ما هو حقيقة شيء قانوني ملموس. عندما أتحدث أن هناك، عندما نتحدث على الأحزاب السياسية يجب العدول والرجوع، عندما ألاحظ أن رئيس حزب في العديد من النشرات أو في العديد من المداخلات رئيس حزب يقول لك إخراج الجزائر من الأزمة، الجزائر حابسة، الجزائر في مشاكل، الجزائر في بطالة، الجزائر. إذن عندما يعني عندما نتحدث وكل ما شاء الله، يعني حتى إخواننا في الحراك وحتى فخامة الشعب تعي أكثر من ذلك، لكن عندما نتحدث على يجب العدول، وعندما قال حقيقة وصف يعني قائد الأركان، وأنا أشكره على هذا الوصف، لأنه حقيقة عندما نلاحظ ونتواجد في الحراك ونلاحظ من يريد المزاودات ويبحث على من هم، كيفية تجميع عناصر الاستغلال وكيفية نعطي فرصة إلى الخلايا النائمة لكي تتحرك،
وتأخذ مجدها عندما أتحدث عندما أصاب صاحبة اللسان حقيقة. الطويل والذراع القصير لاحظناه في العديد عندما نصل إلى لحظة نلاحظ ناس عندما نتواجد في داخل بعض الفئات نتحاور لكي نصل النتيجة نلاحظ للأسف بعض التدخلات أو بعض المداخلات التي حقيقة يعني تطفي شمعة الوصول إلى حل سليم. وبالتالي هذا أردت من هذا المنبر أقوله. لأي مدى ساهمت يعني هذه الأفكار خلينا نقول هذه الأفكار المسمومة لأي مدى ساهمت خلينا نقول في عدم الدفع بآلية الحوار، عدم الدفع بتوجه الانتخابات الرئاسية نزيهة وشفافة، هذه الأفكار المسمومة؟ يعني حقيقة سيدة ماجدة لاحظ يعني سلطة عسكرية تقول نحن خارج هذا العمل نطلب منكم حمل الشعلة والقيام والضمانات التي نتحدث يجب أن التزام المؤسسة العسكرية بالحلول الدستورية بالضبط وأيضا بالشرعية وأيضا بالشفافية وأيضا تبحث بأقصى سرعة للأمر على أساس يكون رئيس شرعي. وبالتالي أستاذ ماجد أنا أردت أن أتحدث فقط في يعني في أحد الكواليس يعني خلينا نقولها بكل صراحة عندما واحد أطراف المعارضة للانتخابات الرئاسية تسعى إلى مرحلة انتقالية خلينا هذا خطير في الموضوع تسعى على مرحلة وإنشاء مجلس تأسيسي وهذا فيه خطر كبير جدا عندما أقارن العمل السياسي ولاحظ أكبر دليل ومثال على ذلك ما حدث في السودان يا سيدة ماجدة ما نكروش الخطأ بخطأ وهذا عندما ألاحظ العديد من بعض الذين يرأسون بعض يعني للأسف يمثلون مجتمع يجب الحفاظ وعدم تكرار بعض المآسي والمهازل الخارجية وأن تكون هنا في الجزائر عبارة عن مدرسة أو مقبر لكي في تجربة هذا العمل. وبالتالي بتجرب بعض دول المنطقة التي تحاول بعض الأطراف إسقاط على الجزائر مع أنه الأمر مختلف تماما كثير جدا لأنه اليوم حقيقة نشكر ونشد على يد أنه فعلا اليوم الجيش الشعب الوطني أصبح فعلا حامل هذا الوطن وليس له تدخل ويقول تفضلوا وحتى رئيس الدولة عندما تحدث يعني سادة ماجدة ما نجوش اليوم غطوا الشمس بالغربال ما نجوش اليوم هنا على الأقل نتعامل عاطفة لأن للأسف أنا عندما ألاحظ بعض الأناس تحدثت معهم في هذه المنبر على خاصة في هذا المنبر يتحدثون بالمثاليات وعندما يخرج يركب سيارة باصات كحلاء سوداء آخر موديل وبالجيروفار وسائق من أعطاك هذه الامتيازات سادة ماجدة يعني خلينا نحكي بكل صراحة بكل مصداقية اليوم المجتمع الجزائري يبحث من هو البديل ومن هي الضمانات التي يجب نحن نراقب الضمانات هذه ليس نشكك في هذه الضمانات يعني ننطلق على قاعدة آمرة وقاعدة أصل الحق لكي ننطلق إلى بر الأمان لكن عندما نحاول نشكك في كل ما هو سهل ومرن لهذا الوطن نشكك فيه ونصعبه ونصبح كتلة صلبة فدائما لن نستطيع الخروج وقدر نذهب إلى التوهان ونروح إلى فعلا كما يقول في نفق أسود يستطيع صعب الخروج منه. جزيل الشكر لك أستاذ موسى عاشور المحامي وأستاذ القانون بجامعة الجزائر واحد على كل هذه التفاصيل التي قدمتها وأكيد الحديث متواصل دائما فيما يتعلق بمخرجات هذه الأزمة السياسية. جزيل الشكر.